هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا عزيزه فاشن موديل. النهارده في الحلقه هقولكم على كذا طريقه كده تبينك ارفع في اللبس لو انت مش حابه تعملي دايت او تخسي، والطرق هقولها من الاقل اهميه للاكتر اهميه، فشوفي الفيديو للاخر عشان تشوفي اكتر طريقه مناسبه ليكي علشان تبني ارفع. اول نصيحه انك تبعدي عن اللبس الضيق عامه. لو انت جسمك مليان من فوق ما تلبسيش اي بلاوز او تيشرت ضيقه عليكي، عشان دي هتبين كل تفاصيل جسمك وهتخلي اللي يبص يركز قد ايه التفاصيل دي طالعه كده وتحسي ان جسمك تخين. فبلاش، ابعدي عن اي تيشرت او بلوزه ضيقه. نفس الحاجه برضو في الجسم، لو انت مليانه من تحت بلاش تلبسي اللاجن او البناطيل القطن الضيقه، دي هتدي ايحاء للي قدامك ان جسمك من تحت اتخن. احنا عايزين كل ده نحاول نخفيه او نلمه، فبلاش ابعدي برضو عن البنطلونات الضيقه. طيب ايه البلوزه المناسبه للبنت اللي مثلا مليانه من عند بطنها او البنت المليانه عامه؟ افضل شكل بلوزه هو البلوزه اللي على شكل حرف A. يعني ايه؟ يعني تكون ضيقه من فوق وواسعه من تحت. انا كده اديت وهم للي باصص لي ان منطقه البطن دي مش واضحه، انا مش عارف هي مليانه ولا لا من كتر ما البلوزه نازله على وسع، فمخبيه الجزء اللي فيه مشكله او الجزء اللي انا عايزه اخبيه. النصيحه اللي بعد كده برضو للبنت المليانه من عند الجزء بتاع البطن، اتبهي قوي وانت بتجيبي البلوزه بتاعتك ان هي ما تكونش جايه بالظبط فوق المنطقه اللي احنا عايزين نداريها اصلا. يعني تخيلي معايا كده، انا اشتريت بلاوز فوق البطن اللي هي اصلا فيها مشكله، انا كده عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. فالافضل ان انت تجيبيها طويله تغطي حتى منطقه البطن، فكده اللي هيبص مش هيشوف اي حاجه ومش هيشوف ملامح الجزء ده ولا هيعرف هو مليان ولا لا، وده الافضل ليكي. النصيحه دي بقى هتبقى على نوع البنطلون الجينز المفروض تلبسيه. البنطلون المفروض تلبسيه يفضل يكون هاي ويست او الوسط بتاعه عالي لغايه هنا مثلا، لكن لو وسط واطي او مثلا نازل تحت منطقه البطن اللي انا عايزه اداريها اصلا، ده هيخلي البطن تتعسر وشكلها يطلع بره وتبان قد ايه هي مليانه او فيها مشكله، واحنا عايزين نداري كل ده. فيفضل ان احنا نجيب البنطلون الهاي ويست، ده هيلمها ويخفيها جوه ومش هيبين اي تفاصيل ليها. في قطعة بقى مناسبة لكل أشكال الجسم وبالذات الجسم المليان، هو إيه؟ هو الكارديجان أو الجاكيت المفتوح الطويل. ده هيدي إيحاء للي قدامك إن أنت جسمك طويل ومشدود، مش هبص على جسمك كده بالعرض، لأ هبص عليه بالطول، فهشوفه مفرود وهشوفه أرفع. النصيحة اللي بعد كده، يا ترى ألبس التيشيرت أو الشميز مقلم بالطول ولا بالعرض؟ زي ما انتوا شايفين أنا لابساه مقلم بالطول، ده هيخلي العين اللي تبصيني تشوفني أطول وتشوفني أرفع، لكن اللي مقلم بالعرض ده هيخليكي أتخن من أصلاً ما جسمك عليه، فإحنا عايزين نلم الجسم ونبينه أرفع، فبالتالي التقليمة اللي بالطول دي أفضل حل. اخر نصيحه واهم نصيحه معانا هي انك ما تقوليش كلام سلبي لنفسك، ما تقعديش تقولي انا تخينه، انا شكلي وحش. انت كده بتدي ايحاء للي قدامك انه يشوف العيوب اللي موجوده فيكي حتى لو هي مش ظاهره. فانت حبي نفسك زي ما هي، انت جميله في كل الحالات. انت لو عايزه تغيري حاجه في شكلك هتغيريها عشان انت عايزه تغيريها، مش عشان حد مش عاجبه شكلك، لا ما تعمليش كده ابدا. ولو عايزه تغيري كم حاجه، انا قلت لك على كم نصيحه بسيطه من غير ما تخسي ومن غير ما تعملي دايت لو انت مش حابه ده، بس افتكري ان انت بتعملي كل ده عشان نفسك. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، واشوفكم الحلقه الجايه على خير.